تصديرها بلغ 7 مليار دولار، بحيث ان مصر دولة مصر لديها 150 مصنع وصادراتها بتتراوح من 300 مليون دولار ل 400 مليون دولار. فده طبعا قليل جدا. فالنهارده لما تقيم هيئة مسؤولة عن سلامة الدواء، هي مش بس بتحافظ على سلامة الدواء ولكن ايضا بتساهم في زيادة الصادرات او الدخل داخل مصر نتيجة الصادرات للدواء. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب أول اجتماعاتها عقب الانتهاء من انتخاب رؤسائها ووكلائها ووكلاء أمانات سرها. وتجتمع اللجان النوعية اليوم برئاسة السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك لوضع خطة عمل للجنة العلاقات الخارجية وكذلك الاستراتيجية الخاصة بها في المرحلة المقبلة. كما ستعمل اللجنة على بحث خطة عمل تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج من أجل عودة حركة السياحة. قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار محمود رسلان إن المادة 25 من قانون مجلس النواب المصري تؤكد ضرورة شغل أي مقاعد شاغرة لأعضاء منتخبين خلال مدة تبلغ 60 يوما. وتنص المادة على أنه إذا خلى مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء ليكتمل بذلك العدد المقرر، ويجب أن يتم شغل المقعد خلال 60 يوما على أكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان بحيث تكون استكمالا لمدة عضويات سلفه. أكد وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني ليبيا على ضمان أمنها البحري. وقال لودريان في مقابلة مع ذات ربوان اليوم أنه لابد من الانتظار إلى أن يطلع رئيس الوزراء فايز سراج باريس على التدابير الأمنية التي يعتزم اتخاذها أو على ما يطلبه المجتمع الدولي لتوفير الأمن البحري لليبيا، وذلك في إشارة إلى المساهمة التي يمكن لبلاده تقديمها من خلال العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لاعتراض مهرب المهاجرين قبالة السواحل الليبية. تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس مقرات وزارة الخارجية والتخطيط والأوقاف، كما ستتسلم أغلب المقرات خلال الأسبوع الجاري. وفي السياق ذاته دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حكومة الوفاق لمواصلة أعمالها في العاصمة الليبية طرابلس. يبدو أن ملامح المشهد السياسي في ليبيا بدأت ترتسم بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أنها تسلمت مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة. وزارة الخارجية تعد أبرز وزارة تتسلمها في العاصمة طرابلس منذ شروعها في هذه العملية قبل أسبوع، حيث قام وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة في حكومة الوفاق بالتوقيع على محضر التسليم والاستلام لمقر الوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين الأمنيين. ويعد مقر وزارة الخارجية هو سادس مقر وزاري تتسلمه حكومة الوفاق منذ الاثنين الماضي بعد استلامها لمقرات وزارات المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والإسكان والشباب والرياضة. اليوم استلمنا مقر وزارة الخارجية في وسط العاصمة طرابلس. هذا المقر الهام جدا لما يحويه من أرشيف الدولة الليبية، وبهذه المناسبة أشكر المجموعة التي قامت بتأمين المقر خلال الفترة الماضية، وأشكر أهالي منطقة الزاوية الدهماني الذين ساهموا في تأمين المقر والحفاظ عليه. اليوم استلمته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وأصبح الآن تأمين هذا المقر بالكامل تحت إشراف حكومة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. وبالرغم من تسلم مقرات الوزارات في طرابلس إلى أن الوزراء المعنيين بتلك الوزارات لم يباشروا عملهم منها بعد، إلا أنه بمجرد تأديتهم لليمين الدستورية سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات الجديدة. كان نواب مؤيدون للحكومة قد طالبوا الأسبوع الماضي بنقل مكان انعقاد جلسات البرلمان من مدينة توبروك إلى مدينة ليبية أخرى، وذلك من أجل عقد جلسة يؤدي فيها وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية. وللمتابعة ينضم إلينا من طرابلس السيد عبد الرازق الدهش الكاتب الصحفي. سيد عبد الرازق، يعني أن تتسلم حكومة الوفاق بعض مقرات الوزارات والباقي من المفترض أن يتم تسليمه خلال الأسبوع الجاري، هذه الخطوة كيف تقرأها وهل تعتبرها بداية لمرحلة جديدة؟ الخطوة هي مجرد خطوة عادية وروتينية، استلام مقرات من حكومة الوفاق الغير معترف بها، من حكومة إنقاذ الغير معترف بها، وهي مرحلة تسبق
الموافقة وإعطاء الثقة في حكومة التوافق مستقبل البرلمان ومباشرة عملها بعد تأدية الجنين. وهذه عملية إدارية وعملية لا أعتقد أنها تتعلق بجانب السياسي. طيب يعني ما هي الخطوات التي برأيك من المهم أن يتم اتخاذها بعد ذلك حتى يكون هناك تطور سياسي حقيقي يمهد لمرحلة جديدة في ليبيا؟ أنا أتصور أن المرحلة القادمة في هذه المرحلة ينبغي أن تعود لجنة الثوار إلى الاجتماعات من جديد، لأن ما يحدث في البرلمان أو القلة المعارضة في البرلمان والتي تعطل جلساته هي لا ترفض الحكومة ولكنها ترفض الاتفاق السياسي برمته وتريد أن تعديل عليه. الاتفاق السياسي هذا هو الذي يشرع لوجود البرلمان الآن ولوجود حكومة التوافق ولوجود المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي فإنه لا بد من العودة إلى الحوار من جديد ولمناقشة. أنا والمخيف في هذه القصة أننا سنعود إلى المربع. نشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرازق الدهش الكاتب الصحفي من طرابلس، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. عاد زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك ماشار إلى جوبا اليوم الثلاثاء بعد تأخر دام أسبوعا للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها لانتهاء حرب أهلية اندلعت قبل أكثر من عامين. وقال بيان لحركة التمرد التي يتزعمها ماشار إنه سيؤدي اليمين نائبا أول لخصمه اللدود رئيس سالفا كير. أثار تأخر وصول ماشار غضبا لدى المجتمع الدولي بعد أشهر من المفاوضات لإعادة الخصمين إلى نفس المدينة والمشاركة في السلطة. وسيكون ضمان عمل الخصمين في حكومة وحدة وإبقاء الأسلحة في معسكرات منفصلة حيث تتمركز آلاف القوات المتخاصمة داخل العاصمة. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع انضم إلينا من جوبا السيد ماتيان شللو رئيس تحرير صحيفة المصير. سيد ماتيان، يعني هل أدى زعيم المتمردين نائبا للرئيس حلف اليمين الدستوري، وكيف تبدو الأوضاع لديك؟ حتى الآن النائب الأول للرئيس الجمهورية زعيم المتمردين رياك مشار لم يؤدي اليمين بعد، ولكن الإجراءات الآن تسير على قدم وساق من أجل أدائي في اليمين. وفي تقديري وبعد يمين في أداء يمين سيدخل في اجتماع مشترك مع الرئيس الفاكير ونائب رئيس الجمهورية جيمي سواني إيجخ، ومتوقع أن يشهد مساء اليوم صدور قرار من الرئيس الفاكير في حل حكومته وتكوين حكومة الوحدة حكومة توافقية، والتي من مهام هذه الحكومة هي تنفيذ اتفاقية السلام. التوقعات تشير إلى أن عودة مسار إلى جوبا يعني بداية مرحلة جديدة وإنهاء العنف في البلاد، ولكنه يفتح أيضا بابا آخر يتعلق باحتمال حدوث الكثير من التوترات على المستوى السياسي بين الأطراف الرئيسية في اتفاق السلام والحكومة وحركة مشار، خصوصا وأن هنالك الكثير من الخلافات المتعلقة بتفكير بنود اتفاق السلام الواقع بين الطرفين في أغسطس الماضي، وهذه الخلافات هي التي دفعت بعدم تنفيذ هذا الاتفاق لأكثر من 6 شهور منذ التوقيع عليه في أغسطس الماضي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا السيد ماتيان شللو من جوبا رئيس تحرير صحيفة المصير. إلى تطورات في سوريا، حيث قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف إنه سيعقد محادثات مع المبعوث الدولي مجددا اليوم. وكان الجعفري قد أعلن أنه اقترح تعديلات على اقتراح السلام الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي مستورا. للمبعوث الخاص تعديلاتنا على وثيقته، تعديلاتنا الدستورية على وثيقته المقترحة.
واعتبرنا هذه التعديلات بمثابة جزء لا يتجزأ من هذه الورقة. أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري احترامه لوجهات نظر النواب المعترضين على رئاسة البرلمان، وطلب التصويت على مقترح بتشكيل لجنة التفاوض مع النواب المعتصمين للتعرف على مطالبهم، ووافق البرلمان على ذلك. وترأس الجبوري الجلسة البرلمانية بحضور نحو 170 نائبا من إجمالي 328 نائبا، ليتحقق نصاب عقد الجلسة والتي تتطلب حضور نحو 165 نائبا. وذكر مصدر نيابي أن هيئة رئاسة المجلس اعتلت منصة القاعة وثبتت حضور النواب لصحة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن عدد من النواب المعتصمين حضروا جلسة البرلمان وشاركت في الجلسة كتل الأحرار وبدر وتحالف القوى. تزامنا توافد 10,000 من المحتجين على مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإجراء تصويت برلماني على تحديد حكومي يهدف إلى محاربة الفساد. ويشهد العراق أزمة سياسية على خلفية تشكيلة حكومة يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة، وهو ما رفضته الأحزاب التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية. أفق الأزمة السياسية التي تعتصر بغداد يبدو ضبابيا، فدعوات المظاهرات تتجدد من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد إداري وحكومي واسع. العراق يشهد منذ أسابيع أزمة أثارتها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى العبادي إلى أن تتألف من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب سياسية مهيمنة على السلطة، غير أن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان. ونتابع الآن مشاهدين على الهواء مباشرة مراسم وصول ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة.